خلينا نروح للجنة الأولمبية المصرية. انتوا عارفين طبعا احنا عندنا طوكيو السنة الجاية 2020 اللي هتقام سنة 2021. اللجنة الأولمبية طبعا زي ما بيقولوا رافعة الاستعداد القصوى لكل ما بيقرب الوقت، كل ما اللجنة الأولمبية طبعا بيبقى عندها أجندة مليانة. طبعا زي ما في أي دولة كبيرة بيتم تصميم زي البعثة، لأن زي البعثة الحقيقة بيبقى بينم عن شخصية مصر. فطبعا اللجنة الأولمبية قررت إنها تكرم الفائزين بتصميم زي بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو. مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أعلن عن الفائزين في مسابقة تصميم زي البعثة الرسمية لمنتخب مصر، وده زي ما حضراتكم شايفين شامل كل شيء. اللجنة كانت عملت مسابقة للتصميم زي البعثة واستلمت عدد كبير من التصميمات واختارت منهم تصميمات معينة. وأي دولة في العالم بيحصل كده، لازم الزي بينم عن شخصية الدولة اللي جاية. فالحقيقة عمل مسابقة وكان الموضوع فير، وكان اختيار يعني بشكل أحسن التصميمات من وجهة نظر طبعا اللجنة الأولمبية، وكرموا الفائزين. وعايز أفكركم كمان بميعاد الدورة الأولمبية، هتتلعب من 23 يوليو لحد 9 أغسطس في 2021 في طوكيو بإذن الله. طيب الأولمبية المصرية كمان، أو اللجنة الأولمبية المصرية عملت حاجة جديدة، عملت المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والمصريين. خليني أقول لكم حاجة، إن إحنا كنا زمان لما بنشارك في الألعاب الأولمبية أو بنشارك في الألعاب الأفريقية أو الألعاب العربية كنا بنقعد من الأربع سنين ما نشوفش بعض، مش قصدي كرة السلة مثلا أو كرة اليد، لا، ما نشوفش أنا مثلا لعيب في كرة السلة ما أشوفش لعيب منتخب كرة اليد. فالحقيقة اللجنة الأولمبية جمعت اللاعبين دول، واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نظمت المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين من أيام في أحد فنادق القاهرة. وعلى هامش المنتدى تم اختيار جوائز الأفضل في عالم الرياضة المصرية. المنتدى حضره طبعا المهندس هشام حطب بصفته رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، واعضاء مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه، والمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، والاستاذ محمد الجرحي امين عام حزب مستقبل الوطن وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، ورؤساء الاتحادات الاولمبيه، ومعهم عدد من رموز الرياضه ونجوم الالعاب الرياضيه. الحقيقه الحدث ده كان مهم، كاميرا الابطال كان هناك، عملنا مجموعه من اللقاءات. خلينا نشوف التقرير ورجع لحضراتكم تاني. المنتدى الاول للاعبين الاولمبيين والدوليين المصريين، اللي انا عايز اقوله ان العمود الفقري للرياضه هو اللاعبين، وكل الجهات الاخرى والافرع الاخرى اذا جاز التعبير، من انديه، من اتحادات، من لجنه اولمبيه، من حتى وزاره، هم خدمات لهؤلاء اللاعبين للوصول بالهدف بتاع الرياضه. كان قبل الهدف العضلي اذا جاز التعبير او والذهني، ازاي نقدر ننمي الروح الرياضيه، ازاي ننمي الاخلاق، ازاي نبقي على الاخلاق، ازاي نبقي على الاخلاق دي عشان التعامل مع المجتمع المجتمع كله، كان رياضيين او كانوا غير رياضيين، ازاي يبقى عندنا الثقه في النفس، ازاي يبقى عندنا الرحمه مع الناس، ازاي عندنا الصبر. سعيد بتكريم النهارده، ببارك لي ابطال النادي الاهلي سواء هنا جوده، هانيا مورو، جيانا فاروق، ايهاب عبد الرحمن، كل اللي اتكرم النهارده من النادي الاهلي، يعني سعداء بيهم وان شاء الله موفقين ومزيد من البطولات. يعني الجائزه اللي استلمتها النهارده بصفتي كحديد الجرح، يعني ان انا داعم لاكثر من بطل اولمبي، منهم فريد عثمان ومحمد ايهاب وهانيا مورو واحمد اكرم من الاهلي وعلي خلف الله، والحمد لله. طبعا النهارده اليوم كان كويس جدا، جميل جدا، كلنا كرياضيين جمعنا واتقابلنا اليوم، حافز للرياضيين كلهم ان هم دلوقتي يا جماعه في لجنه لاعبين، لو اي حد فيه اي مشاكل مواجهه بيقدر يحلها، موجود ان هو يحلها، فدي حاجه كويسه جدا انها تسهل على الرياضيين التواصل، ان هم يبقى دايما من احسن لاحسن. يعني طبعا الحمد لله احنا الفتره دي الحمد لله الوضع مستقر جدا، الحمد لله احنا دلوقتي في معسكر موجود مغلق هنا في القاهره، طبعا ما فيش سفر بره بسبب ان طبعا ما فيش فيز وكلام زي كده، فالحمد لله احنا مستمرين في التمرين في الاعداد هنا في المعسكر المغلق في القاهره، وان شاء الله ربنا يسهل، ان شاء الله نقدر نستفيد من الفتره اللي فاتت، ونقدر نستفيد من التاجيل ده لصالحنا ان احنا نعمل حاجه كويسه جدا في الاولمبياد ان شاء الله، يعني باذن الله، ونفرح كل الشعب المصري باذن الله. ده تكريم
افضل طفره رياضيه. انا طبعا ما كنتش متوقعه كده خالص، وما كنتش اعرف ان في تكريم اصلا الا من يومين. اول ما قالت لي انا كنت يعني بعدين بشوف الاسماء الموجوده لقيت اكبر رياضيين في مصر كلها، وبعدين جيت هنا لقيتهم معظمهم عارفيني، وانا يعني ده بالنسبه لي حاجه حلوه قوي. انا مبسوطه جدا، كنت شويه متوتره في الاول عشان انا بقابلهم وكده، بس اول ما قابلتهم كلهم ناس طيبين وكويسين، يا كنت مبسوطه قوي. زي ما شفنا يعني هنا جودة لخصت اللي احنا قلناه، ان هو فوجئت ان الناس تعرفها واللعيبه تعرفها. كنا زمان بنقعد الاربع سنين، يعني لعبنا النهارده بطوله العاب افريقيه مثلا، بعد اربع سنين لعبنا الالعاب الافريقيه الثانيه، بنقعد اربع سنين ما نشوفش بعض. وفي الوقت اللي احنا بنروح اي اشتراك بره بنمثل مصر بيبقى واكلين شاربين نايمين مع بعض. في الحقيقه كان واجب ان او اللجنه الاولمبيه سنت سنه جديده انه تجمع اللاعبين يتعرفوا على بعض، يبقى في روح حلوه جدا بين عصب الرياضه وتبقى مع الرياضيين كلها. وفي الحاله دي بتنعكس على طبعا معنويات اللاعبات واللاعبين خارج مصر في تمثيل مصر.